السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عندي فيديو جديد. عندنا لوحة تحكم جديدة، أرسل المخطط العميل وبدنا نسويها تيبيكال أو طبق الأصل عن المخطط. مثل ما شايفين عندي هاي المخطط، هيك واضح عليكم؟ تمام. في عندي هون القواطع، في عندي الار سي سي بي، وفي عندي المين بريكر، وفي قواطع فرعية، وفي الفيش، وفي عندنا هون كمان ترموستات مشان تشغيل مروحة وتبريد لوحة التحكم كاملة. في عندي هون 9 ريليات، وفي تيرمينال، وفي هون محولة أو ترانسفورمر، وفي هون كمان 9 كونتاكتورات، وفي تيرمينال مشان التوصيل. عندي هون هاي رسمة الباب مرسومة على المخطط مثل ما شايفين بهذا الشكل. هلا أنا عندي هون البليت، هاي البليت هون حاطة، هلا بنشوفها مع بعض. طبعا فاضية، راح احط القطع وصفهم مثل المخطط مثل ما شايفين. ويا ريت اذا كنت مو مشترك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. ما تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو مشان ينتشر بشكل اوسع. طيب الآن خلونا نشوف القطع. أول شيء عندي هون هيك، أول شيء عندي هون الـ RCCB راح يكون هو المين بريكر، بوصله عليه الكهرباء، والطرف الثاني بوزع للوحة التحكم. بعدين عندي هون كمان قاطع، عندي هدول كمان قواطع فرعية، عندي هذا الفيش كمان، هذا بيركب على السي شانيل أو سكة الحديد اللي بنستخدمها. هلا مثل ما شايفين هذا الشكل، هذا مو مستعمل عندهم بالسعودية، فمنشيل هاي القطعة بيصير بهذا الشكل مثل ما شايفين. هاي بس بلاستيكي بتركب وبتنشال بهذا الشكل. عندي هون كمان هاد الترموستات مشان يتحكم بحرارة اللوحة، فينا نغير بهذا الشكل. هون بس تماس نورمال اوبن على حسب الحرارة، بيفتح وبيسكر. بعدين عندي هون قواعد ريلي، طبعا الريلي بتركب هون، هاي الريلي 14 بن او 14 رجل، هنن بيحكوا له 14 بن اللي هنن عدد المسامير هدول مع هدول مع هدول، يعني الكل بيطلعوا 14 رجل اللي هنن هون بيركبوا الارجل هذا المكان. عندي كمان 9 كونتاكتورات LC1D09 اللي هنن 9 امبير شنايدر. عندي هون كمان المحولة مثل ما شايفين، هون الدخول عندنا 127 220 و380، وهون الخروج اما 12 او 24 فولت AC. عندي هون الكيبل ترانك او مجاري الاسلاك مثل ما شايفين، هاي مقاسها 4 سنتي والارتفاع 6 سنتي. طبعا هاي بتيجي كاملة، طولها 2 متر ومنقص نحنا على حساب الاستخدام. هلا هيك راح اخذ مقاسات تقديرية بين القواطع وخلي مكان مشان شكل الاسلاك. وهون المسافة كمان هيك باخذها بشكل تقديري. ضل عندي هون صف الكونتاكتورات مثل المخطط، وبعدين راح تكون عندي هاي بهذا الشكل، راح اخليها هون. هلا هاي طلعت قصيرة شوي، باخذ شيفي تانية كملها. على الجهة الثانية راح اخذ كمان ترنك نفس الطول، خليها هيك. هلا مثل ما شايفين معاي هاي المخطط صار عندي نفس الشكل تقريبا حتى الان. عندي هون القواطع، بعدين عندي هون صف الريليات، راح يكون في كمان تيرمينال،
وهي صف الكونتاكتورات كامل لحاله، وعندي هون صف آخر شيء راح يكون صف مشان التيرمينال مشان التوصيل. هلا الخطوة اللي بعدها راح جيب الزاوية والمسطرة، وعندي القلم مشان آخذ العلامات. باخذ علامة هون، باخذ علامة هون كمان، والله كمان علامة. هلا باخذ بالمتر المسافة بين هاي الترنك وهي الترنك، وبقسمه بالنص، بكون طلع عندي صف الكونتاكتور بيجي بالنص، وهون كمان نفس الشيء، وهون كمان نفس الشيء. بضل عندي كمان ضيف صف للتيرمينال. مثل ما شايفين هاي العلامات اللي اخذتهم. هلا بالزاوية وقلم الرصاص راح ارسم خطوط مشان يكون كل الشغل صحيح. هلا بالنسبة لصف التيرمينال انا ما اخذته، هي التيرمينال راح استخدم انا، هي التيرمينال مشان التوصيل. هلا راح اخذ مسافة تقريبية، يعني راح اترك بين الطرف الترنك والتيرمينال تقريبا 3 سنتي او 4 سنتي مشان الاسلاك. وعندي هون هلا سكك الحديد او السي شانل بهذا الشكل. هلا لتثبيت الترنك والسي شانيل انا عم بستخدم هدول المسامير، مثل ما شايفين الطول 1 سنتي، راس بهذا الشكل. هلا بثبت على الخطوط اللي رسمتهم. بهذا الشكل ولا اسهل من هيك. طبعا مثل ما ملاحظين انا لما بدي اثبت اكثر شيء الترنك بدي اضغط عليه، وباليد الثانية بركب المسمار، لان اذا ما ضغطت بيصير نسرات الحديد بيطلعوا وبيدخلوا تحت الترنك، فبيتغير شكله، بيصير عليه انحناءات غريبة عجيبة، بيتغير شكل الترنك. هلا بعد ما خلصت تثبيت كل الترنك والسكك، واخذت مقاس لتثبيت الترانسفورمر، هلا نظفت البليت مع الترنكات، الان راح اثبت القطع بمكانه.
وهاي الشكل النهائي بعد ما خلصت ثبت كل القطع على حسب الرسمة اللي جايتنا من العميل مثل ما شايفين بهذا الشكل. بس هيك هي الفيديو لليوم، يا ريت ما تحرموني من دعمكم، تحطوا لايك تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، وما تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس. كان معكم علي بطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.